بعد ما شوف تعليقاتكم باخر فيديو لقيت 3 ارباع الناس ما عم يقدروا يجربوا اللعبه، واذا جربوا اللعبه يعني بينج زبالي وفي بي ان زبالي، فاليوم يا اخوان رح تلعب اللعبه بلا في بي ان وحتلعبها على بينج 50 كانك عم تلعب اللعبه اول الاطلاق. اكتشفت لهي الطريقه بالغلط يا اخوان، فبديش طول عليكم يعني، تاكدوا حط لايك وسبسكرايب لانه هذا الفيديو يا اخوان لكيف فيه وحتجرب وورزون موبايل، مستحيل تطلع من هذا الفيديو الا ما تكون مجرب وورزون موبايل. فبس خروا على الشرح، ليتس جو بيبي. بداية بتمنى تركز منيح بكل خطوة احسن ما تسالني بالتعليقات اسئلة ما الاش يعني ما الاش زبادي. فاول شيء بتنزل في بي ان اسمه، انزل نقول شو اسمه نسينا شو اسمه باور في بي ان. هذا يا اخوان الفي بي ان في كتير سيرفرات استراليا، كم شيء يكون عندك سيرفر استراليا مش ضروري هالفي بي ان، في اكثر منه بس انا هذا بستعمله. بنروح لهون على الاوبتيمال سيرفر، بنروح على الفري 2، ومن الفري 2 بيطلع لنا سيرفرات، بننقي استراليا وبننقي شو اسمه وبنفعل الفي بي ان. اوكي بنصبر، بعد ما نصبر منفوت على وورزون موبايل. طبعا يا اخوان انت بتكون اكيد مسجل، اكيد يا بدوش شيل ايميل، بتفوت على موقع اكتيفيجن وبتعمل ايميل وبتعمل اكونت عادي وبتفوت عليه منه قلب اللعبه. انا بدوش شيل هاي، هاي مش هشرحها يعني يا اخوان، انه لقيت بعض الناس عم يحكوا عنها، هاي مش هشرحها للصراحه يعني. فبنصبر لتفتح اللعبه. اوكي اللعبه اشتغلت مثل ما كل شيء فاهم، احنا بهمنا بس توصل لهون، بدناش نفوت، نعمل اكس. اها هلا هون ركز معي، بتروح على السيتنج، بتروح على اكونت وبتروح على لوج اوت وبتعمل اوكي كونتينيو. هون رجعنا للبدايه، نرجع من راح هيك نطلع لبرا، منشيل هودي والفي بي ان، بنروح على الفي بي ان مره ثانيه لانه بعده ما طلعش الفي بي ان. اوكي منطفي الفي بي ان هلا، اوكي منطفي ديسكونكت، بنرجع من راح على اللعبه. وهلا شوفوا كيف تفتح اللعبه من دون شيء، يعني من دون في بي ان. ولكن يا اخوان هلا بس يطلب منا الاكونت، في شيء مهم لازم تكون عامله بقلب الاكونت تبع اكتيفيجن تبعك، بدك تكون مفعل تحققه بخطوتين بقلب الايميل حتى يمشي حاله. هيدي الطريقه تعمل لوج ان، بيطلب منك كود، الكود حينبعث لك على التليفون يعني، انا حشوفه بس ثواني. طبعا يا اخوان صرت اخبركم انه بتنطروا لكم شي دقيقتين لانه هيدي لوج ان تو اكتيفيجن بدها وقت شي دقيقه او دقيقتين. اوكي مثل ما كنتوا شايفين ونحن عم نحكي فتحت، بس صار ويتنج هودي بدش يكتر حاكي هيدي كلمات ومدري شو يعني مش الحال. فمثل ما كنتوا شايفين فتحت اللعبه من دون في بي ان، ها فتحنا اللعبه وحتلعبوا يا اخوان اللعبه على 60 البينج. طبعا سيرفرات مودرن وارفير 2 هي نفس سيرفرات وورزون موبايل، حفرجيكم ماني مفعل في بي ان ولا شيء، وحالعب قدامكم مالتي بلاير يعني. ها اوكي وعمل بلاي، حتشوفوا من البلاي عم يعمل لي ماتش، عم يدور لي على ماتش ب 80 ملي سكند. انا الانترنت عندي زبالي حاليا عم يقطش، بس انه 80 ملي سكند كتير يعني منيح، يعني بالنسبه لي يعني لو انه الانترنت منيح كان 40 او 50. فبننطر حتى العب اللعبه قدامكم لتشوفوا انه كل شيء مزبوط. طبعا يا اخوان يعني ما الكش حجه ابدا هلا حاليا ما تحطش لايك وما تحطش سبسكرايب، فتكك حط لايك وسبسكرايب لانه يا اخوانا 11 باللعبه، بعد ما وصلناش 20 30 ثانيه واللعبه فاتت. فبس هلا عم ينطروا اللاعب، بعد في لعنطرين لاعبان يفوتوا بنبلش الجيم. يلا يا اخوان حتفوت اللعبه، ماب سكريبي سكريب يارد تيم ديس ماتشو. اها حنقي حيلا سلاح مثلا هذا السلاح. اوكي طبعا يا اخوان الجرافيك هذا جرافيك زباله انه بعد اللعبه على اندرويد اول ما مطوره، فحنجيب كل وحده كلان ثلاثه ونطلع بس حتى نفرجيكم. لايك لايك الانترنت كيف عندي عم يقطش يا الله. بينج 8 مثل ما شفتوه بالبدايه، بس انا اللعبه عندي زباله، شو اسمه البينج عندي زباله لانه الانترنت عم يقطش، ليتو يلعن ابو الانترنت اللي عندنا بالضيعه. انترنت زباله من سوق الجمعه هذا ضده. اوكي ها اول كيل خلصني يا خيو، مستعجلين الشباب بدهم يسكروا الفيديو. اوكي هاي تاني كيل، اه خلص بزياده كلان يا اخوان. فبس يا اخوان زي ما عم تشوف نايتو ضغط حط لايك وسبسكرايب. اليوم الظلالات حتنزل اللعبه للاي او اس وحنجربها على جرافيك، جرافيك الاي او اس غير جرافيك الاندرويد لانه مطورين على الاي او اس اكثر من الاندرويد. فبس زي ما عم تشوف نايتو ضغط حط لايك وسبسكرايب، سلام.